وعايزه اقول لكم ان انا عندي النهارده فيديو الحقيقه صادم. الفيديو ده من منطقه بهتيم في القليوبيه. شويه شباب، اكبر واحد فيهم تقريبا ممكن يكون عنده يعني 20 سنه 19 سنه، قرروا ان هم يسرقوا وحددوا هدف سرقتهم، هيسرقوا فين وايه. وهدف سرقتهم الحقيقه شيء يعني محزن، محزن قوي ومؤسف جدا، وحاجه الحقيقه يعني حزينه جدا. قرروا يسرقوا صندوق كفاله اليتيم بتاع تبرعات المسجد. يعني انا ما شفتش الحقيقه بجاحه اكتر من كده، زي ما انتم شايفين على الشاشه كده. المساله مش صدفه، يعني مش كانوا معديين قدام الجامع فالشيطان وسوس لهم؟ لا، دول جايبين معاهم ادوات، يعني مش معديين وجات لهم الفكره ومحددين ان الادوات دي وعارفين ان هم هيفتحوا الصندوق منين ومقسمين نفسهم كل واحد هيعمل ايه. اللي لفت نظري بقى ان هم يبدو انهم مش متسولين او مجرمين، يعني شكلهم كده شباب لابس يعني كويس نظيف، ممكن تكون عندهم اسر كويسه محترمه وصارفين بقى عند الحلاق وعاملين شعرهم شياكه زي بقيه الشباب، يعني مهتمين بنفسهم زي ما انتم شايفين معانا كده. طب ليه؟ يعني ليه؟ يعني انا بشوف انه في سبب لليه دي، انه الاسره فين؟ يعني انتوا اسركوا فين؟ الاسره غايبه فين؟ وللاسف الشديد الحقيقه يعني كتير من الاهالي بتقرر ان هي تخلف وتسيب الشارع يربي. والغريبه انه ده حصل، يعني مش غريبه، المصيبه انه ده حصل قبل صلاه الجمعه. يعني شفتوا بجاحه اكتر من كده؟ انه ناس مش ما عندهاش ضمير، ده ناس ما عندهاش ايه، يعني ما اقدرش مش قادره اقولها. فين فين يعني الدين؟ فين دينكم؟ فين خوفكم من ربنا؟ فين يعني؟ دول مثلا شباب من سن تقريبا 17 ل 20 سنه، واضح انه اللي بيعملوه ده بعد الفجر كان، او قبل الصلاه، قبل صلاه الجمعه، لانه الشارع فاضي. فين الناس اللي في البيت اللي بيقول كنت بره لغايه دلوقتي بتعمل ايه؟ فين اهلهم؟ ما قالوا لهمش انتوا في الوقت ده انتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ سواء يعني افترضت انه كان وقت الفجر لانه مش معلوم بالظبط، او وقت يوم فجر جمعه او ظهر جمعه، في اي وقت. يعني انا بشوف انه في عبء على الاسره. يعني دي نتيجه طبيعيه للاسف الشديد لغياب دور الاهل وبرضه والضمير والدين. يعني وبرضه غالبا هتلاقي البيت ده فيه مثلا 7 ولا 8 اخوات، يعني يقول لك طب احنا هنلحق نربي امتى ونعلم الادب امتى والدين امتى؟ طب خلفتوا كل ده امتى وليه؟ فيديو مدته اقل من دقيقه، لكن الحقيقه محزن، بيزعلنا على حال يعني نوعيه من الشباب اللي بتعمل كده. صندوق الزكاة بتاع المسجد ما لقيتش غيره، ولا كفالة اليتيم؟ معقولة فلوس دي رايحة للناس الأيتام، الولاد الأيتام، تاخدها سرقها؟ يعني المعلومات اللي عندنا بتقول انه طبعا ده خبر كويس انه تم القبض على واحد من المشتركين في السرقه دي، وطبعا احنا عندنا جهاز شرطه صاحي مش بينام وانه بيرصد كل شيء، وده على فكره بدون بلاغ. يعني ده فيديو انتشر ووزاره الداخليه تم تحركت فورا من بعد تداول الفيديو، ويتم البحث عن باقي المشاركين، وبنتمنى انهم يتقبض عليهم الحقيقه قريب.